أخبار مؤسسة الشهداء من استوهات الخالدون، أهلا بكم. رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي يزور مقر دائرة الشهداء الحشد الشعبية ويلتقي بمدير عام الدائرة طارق المندلاوي. الزيارة جاءت للاطلاع على سير العمل والوقوف على الاحتياجات المطلوبة لخدمة ذوي الشهداء. وعلى هامش الزيارة التقى النائلي بجمع من ذوي الشهداء واستمع لمطالبهم ووجه بالإسراع في تنفيذها. مؤسسة الشهداء تطلق المشروع الوطني لإلغاء معاملات صحة الصدور نظام الوثائق المؤمنة الألكترونية. نائب رئيس المؤسسة ماهر حسين أكد أن هذا النظام يبسط الإجراءات المعنية في معاملات ذوي الشهداء والجرحى ويقلل البيروقراطية الموجودة ويختصر الزمن والجهد، لأن التعامل سيكون رقميا بدلا من الورقي، مشيرا إلى أن النظام دخل حيز التنفيذ بشكل فعلي. مديرية شهداء النجف الأشرف تقيم احتفالية لتكريم الطلبة المتفوقين من ذوي الشهداء الحاصلين على معدل 95. ممثل المديرية رحب بالضيوف وأشار إلى دور المؤسسة في رعاية ذوي الشهداء بشكل عام والطلبة بشكل خاص. بعدها شارك مدير المديرية طالب الجعفري بتكريم الطلبة وتقديم درع التميز الصادر من مؤسسة الشهداء. وفد مديرية شهداء الكرخ يزور مؤسسة اليتيم الخيرية في مدينة الكاظمية المقدسة للتنسيق معهم حول تقديم مساعدات العوائل المتعففة من ذوي الشهداء. من جانبها رحبت المدير المفوض للمؤسسة بشرى أحمد بالوفد وأبدت تعاونها التام مع المديرية، وأكدت حرصها على دعم ذوي الشهداء بكافة فئاتهم وتقديم المساعدات لهم. وفد من مديرية شهداء البصرة قسم شهداء ضحايا الإرهاب يزور مديرية شرطة البصرة قسم الشهداء والجرحى ويلتقي بمدير القسم العميد علي المحمداوي. وجرى خلال اللقاء بحث عدة محاور خاصة بحقوق ذوي الشهداء والجرحى من ضحايا الإرهاب، كما تم الاتفاق على وضع خطة تتضمن أعلى مستوى من التعاون المشترك بين الطرفين. مشاهدينا، الأخبار انتهت، إلى اللقاء.